السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، رحب فيكم ومشكورة. اليوم معنا الدكتورة نورة، سعدتينا اليوم بوجودك ويانا، وأهلا وسهلا. صوفي، أهلا وسهلا فيك المرة الثانية، وإن شاء الله نشوف بعدين دكتوراه باللغة العربية يعني، والإهداء حق الصالون الملتقى إن شاء الله. في قريت بحط مقاطع من عن أشرف، الأستاذ أشرف عشماوي، يقول: أنا مهموم بقضايا وطني وبتاريخي الحديث وتقلب المجتمع وتبدل أحواله، وأيضا تأثير العالم علينا. أيضا قضايا المهمشين تشغلني، ومفاهيم مثل العدل والمساواة والحرية والقهر لا تغيب عن بالي، كما أنني أقضي وقتا بين الناس إلى هؤلاء الذين لم يعيشوا الحياة بعد وكانوا يحاولون النجاة من أيامها فقط. وتدور طب الرواية الجمعية السرية للمواطنين حول فكرة بسيطة جدا، مفادها أن وراء كل شخص ممن نلتقيهم في الطرقات والأماكن قصة تحتاج لمن يصبر في أغوارها. فكل شخص يقاوم الزيف الذي يداهم حياته بوسيلة أو بأخرى. فأبطال الرواية شخوص غير تقليديين يعيشون في تلك فاصلة بين الحقيقة والزيف، يعبرون بوضوح عن عبثية الحياة. فهؤلاء الأبطال تسلحوا بالصمت سنوات ليأتي الكاتب ويطلق ألسنتهم ليعبروا عما أرهقهم وعن معاناتهم عبر سنوات طوال، معالجا بذلك حيثيات الصراع الأزلي بين الحقيقة والزيف، الحقيقة في مقابل الزيف، من خلال سرد شيق يعبر عن حيوات تمتلي بدايتها بالأمل ويعلوها صوت الطموح، وتنتهي نهايات مرتبكة حين يتحول كل شخص منهم إلى مجرم بعد أن ظن كل منهم أنه عضو بجمعية سرية لا يدري الآخرون بأمرها، ليكتشف مؤخرا أن مجرد رقم في طابور طويل ينتظر دوره ليقبض نصيبه من الحياة. إذ يضع الكاتب شخصيات الرواية أمام ظروف تجبرهم على التحايل واللجوء لطرق الملتوية، مثل تزييف معتوق رفاعي، لوحة زهرة الخشخاش، وتزيين وكذلك وتوكيل مساعدة الغلابة وبهذه النقود المزيفة، وتعدد مظاهر الزيف في ثنايا الرواية مثل الانتخابات المزورة وتزييف المحررات الرسمية وغيرها. والرواية لا تبرر هذا الزيف بقدر ما تحاول الكشف عن أسبابه الحقيقية. تدور أحداث الرواية في الحقبة الزمنية الممتدة من منتصف السبعينيات حتى نهاية عصر مبارك، وانتقل منطقة اسمها عزبة الوالدة في حلوان مسرحا لأحداث روايته، وهي المنطقة التي تحولت إلى منطقة عشوائية مهمشة بعد أن كانت تحوي قصر والدة الخديوي إسماعيل ذات الحدائق الواسعة. 14 شخصية ركز عليها الكاتب، مثل معتوق الرفاعي، فنان تشكيلي، مزور لوحات وعملة، المعلم غالي، بطل من أبطال حرب أكتوبر، يتحول لمرشد وموزع مخدرات، فارس عودة، مهندس موسيقي، يتحول عامل مجاري، وشاهين والي عرضرجي، يتحول إلى محامي، وخليل البنهاوي ممرض، يتحول إلى طبيب، وشاكر الجهيني ساعي بريد، يتحول إلى صحفي، وكيس ساكت عامل نظافة، يتحول إلى شاهد زور، وأسعد جرجس كومبارس يستأجر للقيام بدور القريب للثري في أفراح الغلابة، ومينا طالب المهندس المهمش بسبب ديانته، وراوية معلمة تاريخ، والسيدة أنهار بائعة الحلوى، وسعيد راديو كهربائي، وسراج البدري عاطل، وعبد العربي جوكي يعني مال الخيول. وفضل الكاتب ان يترك مصائر هؤلاء الاشخاص مفتوحه ومعلقه. تبدا احداث الروايه حين قام بطل الروايه معتوق الرفاعي برسم لوحه مشابهه تماما للوحه زهره الخشخاش للفنان الهولندي فينسنت فان جوخ، وهي اللوحه التي سرقت من معرض محمد محمود خليل بواسطه الفنان غريب ابو اسماعيل الذي استبدل باللوحه الاصليه للاخرى المزيفه. ويوضح الكاتب في ثنايا الروايه الاسباب التي دفعت هذا الفنان المغمور للاشتراك بتلك الجريمه بقوله على لسان البطل: ومن الغد ستفتح الابواب للجمهور ليمتع عيونهم بتحفه فريده. ربما يخبر التاريخ يوما ما العالم باسره ان اللوحه المعروضه بمتحف محمود خليل من ابداع الفنان معتوق رفاعي. لا شك ان لديه تلك اللحظه باتت قريبه، صار مثل فان كوخ. كلاهما رسم زهره الخشخاش، لكنهما اتفقا على توقيع واحد يوضع عليها اسمه، لا يهم ان يكون معتوق او فينسنت كما اعتاد فان كوخ توقيع باسمه الاول،
المهم أنها الآن لوحته هو، ومن اليوم لن يعود المقاعد المتفرجين أو أرائك الظل، سيجلس المقدم يصفق لإبداعه وحده فقط. طبعا أنا ما بقدر أتخلى كله عن أخلي شرح النقاش والحوار والتعريف عن الكاتب كما تعودنا دائما. الأخ نادي طربيشي يتعرف عن الكاتب والسيرة الذاتية له. أهلا وسهلا فيكم ومرحبا. مساء الخير للجميع، شكرا اسمع. ولد القاضي واللوائي أشرف العشماوي في مدينة الدقة محافظة الدقي محافظة الجيزة، وتخرج من جامعة القاهرة، حصل على شهادة بكالوريوس في الحقوق، عمل كقاضي في المحاكم الابتدائية 2007-2008، وهو عضو اللجنة القومية لاسترداد الآثار المحلية المهربة خارج البلاد منذ 2007، ويعمل حاليا مستشارا في محكمة استئناف القاهرة. بدأ العشماوي مسيرته في الكتابة عام 99، حيث كان يكتب مقالات أسبوعية لعدد من الصحف والمجلات اليومية والمواقع الإلكترونية. اكتسب بفضل عمله في السلك القضائي خبرات حياتية منحته الفرصة لكتابة واستلهام شخصيات وأحداث رواياته من الواقع الذي يعيشه. صدر له 11 رواية: زمن الضباع، توبة، سرقات مشروعة، المرشد، البارمن، تذكرة وحيدة للقاهرة، كلاب الراعي، سيدة الزمالك، بيت القبطية، صالة الأورفليني، وآخر رواية صدرت له الجمعية السرية للمواطنين. حصل على عدة جوائز، وصلت روايته توبة إلى القائمة الأولى للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2012. رواية بارمن فازت بجائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من الهيئة العامة للكتاب عام 2014. أما روايته كلاب الراعي حصلت على جائزة أفضل رواية تاريخية من منتقى مملكة البحرين الثقافية عام 2019. شكرا جزيلا. مشكورة ما قصرتي الغالية نادية على المقدمة عن الأستاذ أشرف عشماوي، وهو في غنى عن التعريف. يقول في صفحة 153: في الحياة أن كل مواطن قد يضطر للسرقة، ولكن أشرف السرقات أن تكون للستر فقط، فقد يسرق ليملأ بطنه بالطعام. طبعا احنا ما نعطي مبرر للسرقات، بس هو اللي قدر يسوي الأستاذ أشرف عشان إنه هو لما ركز على المقارنة بين أيام إسماعيل قصر الخديوي أمه، يعني لما كانت عايشة في حلوان في عزبة الوالدة، وبين الوضع الحالي حاليا. هاي المقارنة بين الفترة الزمنية الممتدة من السبعينيات لحد الآن وهالعشوائيات الموجودة، يعني هل قدر دكتورة هنا إذا تحبين تناقشين، هل قدر من يحب يناقش رنا؟ هل قدر يعني أشرف إنه يوصل لنا فكرته اللي هو يعني يحبه؟ وبعدين خصوصا لما قريت بعض المقاطع عنه، هو لما يكتب الرواية ما يكتبها بطريقة مقدمة ومؤخرة، هو دائما يكتب فصول متفرقة وبعدين يجمع الأفكار يعني. وخصوصا هو قال أنا بسبب وظيفتي إني أنا قاضي، دائما القضايا اللي انا اشوفها في السجون افضل من اي واحد غير، انا اعيش معاناه المهمشين، اعيش قضايا المجتمع اعيشها، ويطبقها من خلال الروايات والكتابات اللي يكتبها يعني ويعبر عنها يعني. اعتقد اكثر واحد يقدر يوصل الفكره هو الاستاذ حسب وظيفته يعني. شو رايك رنا؟ صحيح أسماء، مساء الخير للجميع. أولا أشرف العشماوي كان ذكيا جدا في صياغة هذه الحبكة الروائية. بدأت الرواية وأنا أعتقد أنني أقرأ نص عن سرقة لوحة فان كوخ من المتحف، لأجد نفسي قرابة منتصف الرواية أنني أدخل مدخلا لرواية أخرى، رواية حياة سكان عزبة الوالدي، وأنهيتها بشعور أنها رواية أغلب مجتمعاتنا العربية، ولن أقول جميعها، أغلب المجتمعات التي تعاني من النفاق الاجتماعي والزيف وتزييف الحقائب. هنا أريد أن أذكر ما ورد من الأفكار التي أخذتني من محدودية مجتمع عزبة الوالدة
إلى عمومية أوطاننا، مجتمعات أوطاننا المختلفة، الشعوب التي تحولت لكومبارس يوجهه مخرج أو قائد كما يريد دون اعتبار لآرائهم. فكرة كل شيء أصبح قابل للبيع، الفن، الشرف، الناس، السيرة، ذكر كل شيء قابل للبيع إلا الذكريات، وهذه الفكرة كانت جدا جميلة. فكرة إجبار الشعب على تجارة الممنوعات، نعم، إجبار الشعب على تجارة الممنوعات وتزييف النقود والانحراف لأي وسيلة تمكنهم من العيش وليس من الحياة. هذه ليست حياة، هم فقط يقتادون لقمة العيش. أيضا المساعدات الدولية التي تذهب لجيوب المسؤولين والشعب يدفع الثمن. يعني تناول العديد من الأفكار التي مستني أتكلم عن وطني كسورية أقول، ففعلا هو يتكلم عن مكان محدود جدا ولكن الأفكار عامة جدا. الحكومات التي تلبس جلبابا تحت بدلتها الرسمية وتكاد تطيل لحيتها، كم جميل هو هذا التعبير. شخصية سراج الذي يمثل الأبطال الحقيقيين الذين دافعوا عن الوطن ودفعوا ثمن هذا الوطن، دفع ساقه ثمنا للوطن. المتسلقون على أفكار غيرهم، أفكار جدا كانت ثرية ويمكن تعميمها. اللغة مميزة جدا، جميلة، متوازنة، فصحى راقية، مطعمة ببعض العامية في الحوارات، مما أضفى حيوية على النص. يعني نستمتع بالسرد ولكن عندما يتخلله القليل من الحوارات يضفي موضوعية وحياة على النص. وهذه العامية أيضا وظفت لإضفاء مصداقية على رسم الشخصيات وعلى توضيح معالم هذه الشخصيات. تناول الشخصيات كان فيه تناسق وتطور على مر الأحداث. أقول تناسق لأني وجدت هذه الشخصيات متناسقة أولا مع نفسها، مع أسمائها، مع أمزجتها، مع أمكنتها، وهناك تناسق بينها أيضا وتناسق مع الأمكنة. أتقن الكاتب سبر أغوار العوالم الداخلية للشخصيات، حالاتها الإنسانية التي يعني اللي بتعكس طباعها. لما تحدث عن الجشع، عن اليأس، عن الظلم، عن الحب، يعني وهنا أريد أن أسوق مثال كان جدا رائع، عندما تكلم عن غريب عندما علم بمرضه وذهب إلى المسجد. أعتقد كلنا توقعنا أنه ذاهب للتوبة. ماذا قال في دعائه؟ أمهلني لأحلف يمين الوزارة، هو يعلم حاله إنه حيموت. يعني عبر عن جشع غريب بمواقف جدا جميلة. إذا أردنا البحث عن الحقيقة، كما قلت أسمع هي رواية الزيف، ولكن إذا أردنا أن نبحث عن الحقيقة نجدها في شخصيات هذه الرواية، نجدها في هذه الطبقة التي تحدث عنها. هم بين البينين، هم بين الحياة وبين هامشها. أنا لا أجدهم طبقة مهمشة، هم أنصاف كل شيء. المهندس الذي لم يكمل الهندسة، الطبيب الذي لم يكمل الطب، المحامي الذي لم يكمل المحاماة ومارسها. فعلا هم متأرجحون بين الحقيقة والزيف، بس هي حقيقة شعوبنا صايرة. هذا التحول أو التأرجح بحياة الشخصيات عكس المكان يلي تحول أيضا من رقي عزبة أم الخديوي إلى مآل آخر، من عزبة مفعمة بالرقي والحياة إلى انحدار في كل شيء، انحدار في المكان كمكان مادي، وانحدار
في حضور ومن حضروا هذا المكان. استمتعت بالنص، بس استمتعت بالجزء الثاني أكثر من أي نعم الجزء الأول. يعني كان هناك بعض الإيطالي، بس النصف الثاني يغفر لها. الخاتمة والنهاية المفتوحة على عدة احتمالات أنا برأيي كانت رائعة. لو ختم بأنه فجروا حالهم، أو ختم باستسلام الشرطة، أو يعني أي خاتمة محددة كانت أضعفت من النص. هذه الخاتمة المفتوحة على عدة احتمالات أضفت بعد وعمق رمزي للنص، وكلهم يؤوله حسب مزاجه يمكن. وشكرا أسماء. العفو مشكورة. مثل ما تفضلتي، يعني تطور الشخصيات في الرواية، لو أخذنا مثلا تطور شخصيات معتوق الرفاعي، خاصة من بداية تطورت الشخصيات بشكل تصاعدي، من مزيف للفن ذلك لوحات رئيس جمعية السرية لحماية المواطنين وإعطائهم حقهم عن طريق الطرق المشروعة، محتوى العمل من الواقعية السحرية إلى الفانتازيا. نجح طبعا في توصيل الفكرة في التصاعد الهاي. وكذلك بسأل سؤال بين اللغة، يعني هو دمج بين اللغة الفصحى واللغة العامية، وتعدد هالشخصيات الكثيرة، وطبعا كلها فيها إسقاطات في الواقع عن ناحية التاريخ والسياسة والاجتماع. قدر يوصل له، يعني الأستاذ أشرف عشماوي قدر يوصل الفكرة بطريقة بحيث ما يحس الإنسان بملل. في البداية بدأ بطيء وبعدين سارع بالشخصيات القصة. ترى عزة، يعني أدرى أكثر وحدة، يعني ممكن اليوم أنت والأستاذة سلوى تبدو تناقشونا في هالمواضيع. يعني مساء الخير، مساء الخير على حضراتكم. فعلا الرواية جميلة وفازت فوز مستحق بالجائزة. وهي الحقيقة بالنسبة لي يعني مع القراءات الطويلة مع حضراتكم وخارج المجموعة، يعني قليل قوي الروايات اللي بتجعل مشاعري تجيش على واقع المشاهد والشواهد اللي اتقرت فيها. لكن طبعا هي روايه عن اهل مصر، فانا ما اقدرش ان انا اقراها بحياد يعني. واحنا اصلا في الملتقى بنقول ان احنا الحياد مش صنعتنا، يعني دي احنا يعني. فهي روايه عن نسبه كبيره جدا من المصريين اتحركوا في مساحه زمنيه ومكانيه تداخلت مع عمري مع حياتي. يعني انا لا اسكن قريبا منهم، لكن يعني هو يتحرك في مساحه ما نسميه القاهره الكبرى. يعني أنا الحقيقة بين السطور وجدت فيها يعني مصر. هي تبدأ تقريبا السبعينات. من السبعينات، منتصف السبعينات، يعني من وقت ما نتولد، وانتهت وقت ما لوقت قريب. فغطت مساحة كبيرة تقدري المصري اللي عاش في الفترة دي يقدر يشم، أو يعني يشوف ما بين سطورها قمم المآذن، الحسين وأم هاشم، الصليب والهلال، نظرة الدلال اللي بتسددها المليحة من وراء يعني دلالها، وكده تحديدا أقصد راوية التاريخ. وطبعا احنا نثني ونثني على ان كل سطر في الروايه متعوب عليه اختيار الاماكن، اختيار الاسماء، كله كان موفق للغايه في 15 اصل. طبعا حلوان لمن لا يعرفها هي تقع على النيل، وكانت منطقه هاديه وراقيه لحد 70 سنه مضت، او لانها يعني النيل اللي عندها ياخذ منحى، فيكون الشاطئ كبير شوية، يعني الشاطئ بقى الضفة كبيرة شوية، فتلاقوا السيدات يجلسوا في وقت العصر يعني على صفحة النيل. وإذا مررت من حلوان، يعني أنا لدي إيمان قوي أنك ستلحظ شيخ ذابل العينين يعلم حفيد درس الحب الأول على شط النيل. هي رواية الفقراء والمهمشين المعدمين اللي ولأول مرة ربما في رواية حديثة ما يكونوش ضحايا، يعني يكونوا أبطال قصتهم، أو يحاولوا إنهم يكونوا أبطال قصتهم. أنا لم أرى في الرواية أي إسقاط، بالعكس هي رواية واقعية جدا
مباشره، وفي بعض الاحيان كانت المباشره زياده شويه، لكن هذه المباشره لم تنل من جمال الروايه. وعشان كده مش دايما يعني الروايه اللي فيها اسقاطات وغموض وما بين السطور، لا، احيانا تكون يعني حسب صنعه الكاتب وقدرته وموهبته ممكن تكون مباشره لكنها قويه وجميله. يعني احنا دايما نقول على الواقعيه السحريه بتاعت جنوب امريكا او امريكا اللاتينيه، ممكن دي نسميها واقعيه شبحيه، بان هم اشباح، هم مش موجودين، هم بشر يعني بين اقواس، كل شيء مؤجل، كل شيء معلق في حياتهم في حاله انتظار دائم. فهي واقعيه على الطريقه المصريه، زي الحب على الطريقه المصريه كده، او الاكل على الطريقه المصريه، فهي واقعيه على الطريقه المصريه. واتصور انه يعني في الادب هي ممكن تكون خطوه متقدمه على نجيب محفوظ لما كتب عن القاهره الجديده والقاهره 30. هو اشرف العشماوي اخذ خطوتين لقدام في تاريخ الروايه، بانه يعني يبدا يحرك المهمشين اللي كانوا دايما في الهامش مش في المتن، يدخلهم في المتن ويحولهم الى ابطال. خصوصا احنا بنتكلم عن روايه فيها كثافه ابطال حوالي 15 شخص. بالنسبة للأحداث، الصراع كان محرك للأحداث. الحقيقة هو الصراع ما بين قيم الشخصية، عشان كده يمكن رنا قالت إنه إن إحنا يمكن أن نراها في أي مدينة، أو يعني أغلب مدننا العربية اللي بتعاني الفقر وناسها يعني يعاني فيها ناس تعاني التهميش، لأنه الصراع الحقيقي ما بين قيم، يعني ما بين الجمال والقبح. يعني في مشهد رائع جدا، عشان يحموا أرضهم حطوا عليها القمامة، ويعني عشان يحموها، فتبدو صحيح. هذا المشهد جميل رغم القمامه والتصوير وكده، لكن هو لان هو يعني هو بيحمي ارضه ومكانه الواقعي والحقيقي والتاريخي مقابل المزيف والعابر. انا يعني احيي الكاتب مره كمان لانه كتب بثقه. يعني اللي نشوف الغلاف يجد فيه مثلا صور هو لا يدرك هذه الصور إلا في صفحة 239 أي نعم. لما بيتكلم عن الكبريت، علبة الكبريت. علبة الكبريت. يعني هو حلو. العشماوي راهن على إنك لن تترك الرواية لحد 209، صفحة 239. ويمكن الحقيقة هو راهن على ذلك لأنها مسلية، بعيدا عن يعني إنها رواية من داخلها روايات صغيرة، يعني كل صفحتين ثلاثة في قصة خاصة، في قصة مستقلة، يعني نقط جنب بعض تصيغ في مجموعها، او في يعني كلها مسار القصه الرئيسي، الاخين اللي هم شبه بعض، القصه اللوحه واللي زهرة بدات اسم قصه الفتاه زهره زهرة وحالها وزهرة وتغيير اسمها. و بالنسبه لي كان في اكتر من ماستر سين، اكتر من قمه للاحداث. يعني مثلا في صفحه 154 لما بيتكلم ان انت بتعيش حياتك على مسؤوليتك الخاصه، فكل واحد في مصر يعيش في هذه الفتره، في هذه الظروف، في هذه الطبقه الاجتماعيه، هو عايش على مسؤوليته الخاصه. فكل يوم هو اما يرجع بيته هو ناجي، هو ما رجعش، هو نجا، هو نجا من الظروف، ونجا من تغول المدير في الشغل، او من يراقبه، او حتى بتوع الامانه اللي كانوا بياكلوا الناس لحمه على كلاب. تكمله الكلاب اسمها جزاره الامانه ولا ايه. والماستر سين الثاني، او تصاعد قمه تصاعد الاحداث الثانيه، بعدها ب 100 صفحه، من صفحه 255، مرافعه شاهين في المحكمه، لما قال انا يعني دايما يقول انا اعتذر للاطاله، قال انا لا اعتذر للاطاله، لان ما زال لدي الكثير والكثير. الروايه كانت ممتعه وشاقه، يعني رغم الفانتازيا والحبكه، فلكن عوالم المهمشين في مصر مترعه بالاسف، وكل قصه كانت بتفكرني بقصه ثانيه شفتها، اللي اتخبط وهو بيعدي الشارع لانه ما فيش مكان يعدي منه، اللي اصيب بالفشل لان ما فيش ميه متوفره له. ف يعني على كل هذا الأسى كانت جميلة، وبشكرك يا مرام جدا على الرواية، وشكرا لحضرتك. الله يسلمك، مشكورة يا دكتورة عزة، ونقاش ما شاء الله عليك، يعني وضعت النقط على بعض الأشياء المهمة، يعني كلنا أثارت فينا ما أقدر أقول الدهشة، الحزن، بس ذكرتني في روبن هود، يعني مثل هذين الأبطال اللي يسرقون عشان ينقذون الناس، وحبيت فكرة الأظرف البريد، ساعة البريد اللي يوزع الفلوس، وعلى أساس أنه أنا هاي النقطة بالذات حفظ كرامة الإنسان،
يعني احنا نعطيك معونه بس ما نحسس بالمعونه، يعني حتى انه هو حرامي وسارق وطلقه مشبوهه، بس طريقه العطاء بعد فيها نوع من اللي ما فيها نوع من حفظ كرامه الانسان الفقير، يعني فيها قيم، مع انها تتكلم عن الابواب الخلفيه بس ان تحسين ما بينهم في قيم. هم يحاول الدكتور المستشار اشرف انه يوصلنا اياها، يعني جميله الروايه، واعتقد انه يستاهل يستحق. وحتى الكلام ما تفضلتي العواد الكبير، احنا واقفين بس ويش على الواحد حرق الجميع، وهذا اللي قاعد يصير الانسان، يعني ساعات كلمه تقولها تحرق الجميع معك، الواحد يخليه يفكر مليون مره هو يقول او يكتب او ان يفكر يسوي جمعيه سريه او غيرها، لان انت صح انك تفكر تعبر عن احساسك او تعبر عن افكارك، بس بنفس الوقت تحرق الناس اللي معاك وتحرق افكاره، وبعدين يمكن تخرب، يكون عليك اكثر رقابه واكثر اكثر مثل ما يقولون ردع لك انت. يعني حتى اسلوبه في الكتابه كان جميل. يعني دكتوره جميله، تحبين تفضلين تكلمين عن الروايه؟ شكرا أسماء. قلت للوهلة الأولى تحس أن موضوع الرواية طرح كلاسيكي لأنماط سلوكية اجتماعية متكررة في نسيج اجتماعي ضمن إطار جغرافي معين، لكن عندما تتعمق في الرواية تجد أنها تحمل بين سطورها تفردا في الطرح، حيث جاءت الرواية واضحة جدا بأحداثها الواقعية والبسيطة والمباشرة، ليس فيها أي لبس، وكأنها لوحة جميلة متناسقة في أحداثها وفي تفاصيل ألوانها. بالرغم من قتامتها تشع حكمة وفلسفة وجودية في الحياة. كنت أستمتع بلوحتين فنيتين بشكل متزامن، إحداهما كانت لعزبة الوالدة بريشة معتوق، والثانية كانت الرواية ذاتها بريشة أشرف عشماوي. اللغة رائعة، رصينة، محتشمة، أحسست أنها تعكس وقار القاضي. لم يكن هناك أي ابتذال أو عدم احتشام في اللغة، حتى عندما سرد اللحظات الحميمية صفحة 212 و213 بين راوية ومعتوق، كان السرد جدا راقي ومحتشم. الموضوع الأساسي للرواية هو الحقيقة والزيف، حقيقة البشر، حقيقة من خلال طبعا اللوحة المزيفة لفان جوخ، بدأت من هنا المعضلة، وأيضا طرح لكم متنوع من أنواع الزيف وغياب الحقيقة، حقيقة المشاعر، حقيقة التاريخ، حقيقة النسب، زهرة التي نسبت إلى خالها، حقيقة المأكولات اللي هي مثل ما أنتم قلتوا كبد الكلاب، حقيقة العملة، حقيقة التجارة، أنهار اللي كانت تبيع مخدرات على شكل حلاوة، حقيقة الكلمة والشهادة الزور، حقيقة المهنة الحقيقية لسراج ومهنته الداخلية، حقيقة توظيف المبادئ لنهج الحياة. يعني عبده يستطيع أن يشهد شهادة الزور في الأحوال الشخصية، ولكن ليس في قضايا الأمانة والسرقة والقتل. أيضا فلسفة عبده العربي أن الشرف أشرف السرقات التي تكون للستر فقط، فلسفة عميقة لتبرير الإنسان لأعماله المزيفة. مثل ما قالت أسماء، هذه الأعمال لا تبرر، لكن هم عشان يرضوا أنفسهم ويكون عندهم نوع من الراحة و يعني إسكات الضمير. سلوكيات هذا النسيج الاجتماعي أنهم على المستوى الظاهر قد يكون هناك حقائق، لكن وأحيانا ممكن يحاربوا بعضهم البعض، لكن الحقيقة أن لديهم تكاتف اجتماعي وتلاحم اجتماعي تماسك قوي. كان يرسل المعلم غالي تاج المخدرات إلى زهرة مصروفها حتى تتعلم وتكتفي، وتم تشكيل الجمعية السرية للتكافل الاجتماعي من أموال مزيفة حتى يكون عندهم هذا التكافت والتراحم الاجتماعي، وهذه قيمة عالية جدا. توالي قصة الخديوي برواية راوية ومعتوق يعكس إسقاط وإيحاء مبطن وصريح لجذور وتجذر الغدر والخيانة وغياب الحقيقة في الأصول التاريخية لهذا النسيج الاجتماعي، كما أن جعل مكان الأحداث هو عزبة الوالدة، والدة الخديوي إسماعيل، إيحاء تاريخي مبطن، وخاصة عندما تحدث صفحة 247 عن الخوف المتوارث. الغلاف والعنوان مثل ما قلنا شرح بشكل صريح صفحة 239. التطور النفسي والوعي للأبطال كان منطقيا مقبولا، خاصة معتوق. بعض الجمل كانت رائعة، لكن هو استهل الكتابة الكاتب الرواية بنهاية الأحداث. يعني غاب الرئيس معتوق من آخر اجتماع وناب عنه المحامي شاهين، هذه جات في البداية.
وهذه البداية مرتبطة بنهاية الأحداث، وهذا إيحاء بأن دورة حياة الحقيقة والزيف مستمرة في هذه الحياة. دمج الطقس دائماً مع أحداث الرواية أعطاه قيمة التأثير الطاقي للجو على الأحداث الحقيقية. صفحة 258، أحيانا كثيرة تسير الحقيقة مثل حصاة صغيرة ككثبان رملية من الأكاذيب. وكما تعرفون الرواية تعكس فلسفة وجودية عميقة، هي مش بس تتكلم عن إسقاط تاريخي أو اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو ذاتي، لكن فيها فلسفة وجودية وتسأل أسئلة تقف أمامها، مثل هل أخطأت بجعل تفاصيل حياته ذات معنى أما الحياة نفسها بلا معنى. صفحة 107، كان معتوق دائما يبحث عن الحقيقة خارج عن ذاته وخارج اختياراته وخارج تصرفاته، كان يبحث عنها تحديدا في تصرفات غريب أو في زوج أخته الذي نسب زهرة إليه وفي راوية، في كل من حوله وكل شيء حوله وخارج ذات معتوق. لكن جاءت الحقيقة الحقيقية عندما نظر معتوق إلى ذاته في آخر صفحة في الرواية واعترف لذاته أنه هو كان جزءا من غريب. صفحة 282، وكانت لحظة حقيقية ووعي عميق من معتوق أنه هو نفسه انغمس في عصر غريب أبو إسماعيل وجعل منه بطلا من ورق، وأنه كان نموذجا للزيف. هذه كانت قمة إحقاق الحق على الذات، وقمة التصالح مع الذات، وقمة الاعتراف للذات بصدق وأمانة كبيرين. أجمل معرفة في هذا الكون هي معرفة الذات، والتي تقودنا إلى العالم الخارجي. أشار الكاتب لهذه القيمة بعد جهد طويل وتفاصيل كثيرة وأبطال كثيرة، 16 يمكن واحد منهم في فاصل الكتاب، أبطال كثيرين، ولكنها قيمة عالية جدا. إذا وصل إليها الإنسان في هذه الحياة أنه سيصل إلى أعلى درجات التوافق مع الذات والسعادة والرضا، بالرغم من أن نهاية الرواية كانت موت غريب الظالم ونهاية مفتوحة. ولكنه أشكره جدا على التأكيد على هذه القيمة، أن غريب وصل في تطوره مع ذاته أنه كان صادق مع نفسه واعترف بالصدق أمام الجمعية، أعضاء الجمعية بهذا الشيء. وأشكر الكاتب على هذه القيمة العالية. وبس أنا كنت أسأل ليش ما كان في نموذج واحد إيجابي أو نزيه في الرواية. وأشكرك أسماء على هذه الرواية الرائعة اللي استمتعت فيها كثيرا، وأشكر الجميع. حبيبتي على سلامتك ونورتينا اليوم، حتى لو بالعالم الافتراضي بس انت دائما مكانك موجود في القلب والمشاهد، ترجعي لنا بالسلامه. تعقيبا على كلامك الدكتوره جميله في 265، لما قعد يقول لماذا تركوا غريب 20، لما قعد في المقهى فارس يقول ترحب المقهى اسئله، كان يسال اسئله ساذجه مباشره، يعني لماذا تركوا غريب 20 عاما يقيم العشوائيات بعزبه الوالده ويمد لها المرافق ثم يطالبون من ساروا خلفه بسداد الضرائب، لماذا تركوه يسرق لوحات غيره وينسبها لنفسه واعتبروه فنانا والان وزير سيحلف باليمين خلال الساعه، لماذا تركوا اخوان مدحت الصيدلي يوزعون الملازم التعليميه ومواد التموين بدلا منهم، لماذا تركوا لهم الزوايا والمساجد وحرموا على الباقين المعارض الفنيه وحاربوا الندوات الثقافيه، لماذا يسهل القبض على المواطنين ويصعب حل مشاكلهم التي دفعوهم إليها؟ لماذا تركوا لهم الحبل على غاربه بلا مبالاة وفجأة يلفونهم حول رقابهم بتسرع وعصبية؟ يعني هو كثير طرح أسئلة مباشرة حتى في خلال الرواية مباشرة على أساس أن القارئ يأخذ ويعطي مع الشخصيات. أعتقد أنه كان أشرف، الأستاذ أشرف المستشار، أنه ذكي بحيث أنه يعطيني مبرر، يعني يخليش تتعاطفين معه. عاده انت اول ما تقول اوه شو هذا، يعني انت تقولين يعني معي خالف قيمي، خالف الاشياء اللي انا افكر فيها، بس خلاك غير مباشر تتعاطفين معاه وتعطينه مبرر وتعطينه ماذا، حتى لان الطريقه اللي هو طريقه السرد والكتاب اللي كان يكتبها بالفعل اعتقد انه هو عبقري في طريقه اسلوب السرد القضايا اللي طرحها موجوده معانا. مريم تحبين تناقشي؟ تفضلي مريم. مساء الخير للجميع. أعتقد أن أكثر ما يميز الرواية أنها جعلت الفن مركز كل شيء، أنه العنصر الجوهري للتأمل والجمال والتصالح مع الواقع مهما كان مستحيلا وكانت قسوته. أحببت فيها شخصية راوية أنها قارئة للتاريخ
تحفظه كما تحفظ موضع شامة في الوجه، لكنها تعرف مع ذلك أنه ثمة حدود، وهذا ما يجعل الحياة قابلة للعيش وقابلة للجمال وقابلة للمضي كذلك. فنيا وجدتها في غاية الكمال، استخدم الكاتب فيها لغة حية نابضة متفرعة، تتحدث بصيغة الراوي العليم وتسير في كل الاتجاهات، وقد برع الكاتب من غير تكلف في أن يعود دائما إلى المعنى والبحث عن إجابات. ربما نجح العشماوي في كسب تعاطف القارئ لصالح معتوق وجمعيته، رغم أنه لم يبرئهم، ولكن تساءلت هل هو تعاطف حقيقي؟ قد نتعاطف مع هدفه الإنساني، لكننا لا ننسى أن الغاية لا تبرر الوسيلة مهما يكن، وطريق الحياة ما بين فطرة الإنسان وقدرته على الاختيار. النهاية جاءت مفتوحة والحكاية لم تنتهي، ولهذا السبب أرى أنه قد نجح أيضا. شكرا أسماء. العفو حبيبتي، ما شاء الله عليك. المختصر المفيد. دائما نقاشات مريم تعول الى جانب تو ذا بوينت، معناها احنا لغه عربيه يعني. من يحب يناقش تفضلي نادي، لكن بطلع عن التاريخ. كنت حاطه عليه ان لما يروح يسمع يوم الثلاثاء، لما يكون يروح يسمع درس التاريخ، يقفلها عند الشباك حق راويه، ونسيت الحين طلعته وراح بدون علم. كان يقول مع انه هو روتين، العمل روتيني للحكومه، بس انا اروح عشان اعيد الذاكره، يعني مثل واحد يغذي الذاكره، لان التاريخ اللي دائما تسرده الراويه هو التاريخ المكتوب، بس مش التاريخ اللي الناس المغمورين. وهذا كان هو نوع من اللي يروح يسمع لها كل ثلاثه، او ما ادري كان يسمع لها في درس التاريخ، والروتين اللي يعيشه يعني. حتى في هذا في سرد التاريخ يعني يحاول أن يركز عليها بعض النقاط. مساء الخير مرة ثانية. كان عندي صعوبة بكتابة النقاش، حسيت في فوضى كبيرة براسي، بس يعني نوعا ما وصلت بالنهاية. هل الغاية تبرر الوسيلة؟ أم هنا هل ممكن أن نقول هل الظروف تبرر الوسيلة؟ رواية قوية مباشرة جريئة اجتماعية وسياسية بامتياز. أحيي الكاتب على جرأته في نقده اللاذع والمباشر للمسؤولين، بداية بالرئيس. صفحة 226، لم ييأس نائب المحافظ، حدثهم عن مدرسة للحرف وقاعة فنون ومكتبة جديدة وفقا لتوجيهات الرئيس وأبوة الرئيس ورقة قلب الرئيس، وقبل أن تصل صفات الرئيس ل99 قاطعه شنكا إلى آخره. وصفحة 246، رغم أن غالبية وزراء مبارك مثل النبيذ معطفين في مناصبهم منذ عقدين أو يزيد. وصفحة 263، سوري ما أطول عليكم، صورة تقول أن كل الأشياء ناقصة، لكن الزعيم وحده كامل. الرجل يتحدى الزمن، لا تجاعيد، لا شعرة بيضاء واحدة، ربما يكون معتوق معزورا، فالرئيس صار جزءا من طقوس الحياة اليومية. خلقوا وحبه في وجدانهم منذ نعومة أظافرهم التي لن تكبر ولن تطول في ظل وجود سيادته. يمكن هدول بيضلوا يعطوا أصابيع الندامة، مشان هيك أظافرهم ما بتطول. يعكس لنا الكاتب واقع اجتماعي يغمره الفوضى والعبث، ويضعنا في كفتي الميزان بين ما هو أصلي ومزيف أو فالصو على اللهجة المصرية، والعاقل والمجنون. شهادات ولادة مزورة، شهادات جامعية مزورة، فلا الطبيب طبيب ولا المحامي محامي. حتى اللجان الطبية لم تكن تفحص المرضى قبل وضع تقاريرها، وتم تزييف التاريخ عن طريق تحريف الدروس. وضع أشرف عشماوي أمامنا لوحة فنية شخوصها حقيقيون لكن مزيفون في المضمون، والتزوير لم يطال الشخصيات بالشكل فقط، بل بعضهم اقتنع فعلاً وآمن بما آل إليه بعد التزوير. صفحة 110، خليل النبهاوي بيقول أنا مقدم الطلبات، أنا اللجنة، أنا الدكاترة اللي بتكتب التقارير، أنا الموظف اللي معه ختم النسر، أنا الكل بالكل، أنا هنا أعيش ولو خرجت أموت. غلب على الرواية طابع مأساوي وسط واقع الفوضى والفساد الذي أوصل عزبة العائلة وأهلها إلى الحضيض بسبب من حكموها قديما وحديثا. وهنا لجأ الكاتب إلى الحلم
ليسرد بسرعة الخيبات المتتالية التي صعقت بالبلد. في صفحة 117-118 بيحكي على حلم بيسلسل كل الحكام هيك بسرعة خلال الحلم اللي شافه. لا تخلو الرواية من المواقف الإنسانية كالحب، الكراهية، الغيرة، القهر، مواقف مؤثرة مثل اللقاء مع ثوق زهرة بعد طول غياب، وكذلك كيف يساعدون بعضهم بعض في السراء والضراء، تهريب الحشيش داخل الساق المستعار، مساعد الأنهار، إنشاء الجمعية لمساعدة المحتاجين وإن كان بمال حرام، وإخفاء ماكينة طبع المال قبل مداهمة الشرطة لبيت معتوه. فارس عودة يمكن الإنسان الوحيد اللي شوي حاول يصلح من وضعه لما أعاد القطعة الذهبية اللي وجدها للمسؤولين. مسؤولين. هني لأنه مش حرام، هني أخذها من ناحية هو الاهتمام لا بال أو النعم. وسط البأس كله أدخل العشماوي بعض المواقف، يعني ما بدي أقول مضحكة بس ما لقيت كلمة مخففة نوعا ما أو خفيفة. يعني مثال على ذلك مقارنة تبديل قطع غيار الراديو بعمليات نقل الأعضاء. بعدين الكل غاضين نظر أنهار عم تتظاهر إنها هي عمياء، لكن الجميع بيعرفوا الكل بغض النظر، حتى هي تفتح نفسها. لكن لقيت هيك في كم موقف لما بتطلع على الناس وبتعرفهم من الشارع ومفروض هي ما بتشوف، لقيت إنه في شوية فكاهة بالموضوع. بين كل أنواع التزوير اللي عرضه الكاتب في الرواية، يمكن نوع واحد ما ممكن إني أغفر له، أو ما حتى ولا مش أغفر له لكن لاقي له مبرر، وهو تجارة اللحوم الحشيش، الكلاب الكلاب، والقطط لبيعها للبشر الحشيش. والحشيش. طبعا أعجبتني مرافعة شاهين في القضية، مباشرة واضحة مقنعة. الرواية ظريفة لكن خاصة بالقسم الثاني، مثل ما قالت أنا القسم الأول في إطالة في تكرار. بس شكرا أسمع الاختيار. لا عجبني صفحة 172 فن الرسائل، احنا افتقدناها فن الرسالة، لما كان شاكر لما يفتح يعني كان يفتح الرسائل ويقرأها إعادة رسالة لأصحابه، صار يرى عالما أوسع من عالمهم، يتفاعل. يعني شوف الإنسان فقير بس يعني لما تقرأ قصص الآخرين وتقرأ السرد، يعني مثل ما الواحد يعني يحاول مثل ما يرفع معنوياته، يقول لما يتفاعل مع القصص الحقيقية يحزن لحالات الطلاق وظروف الوفاة خاصة المفاجأة، يفرح الأخبار السعيدة وبالأخص مناسبات قراءة الفاتحة والخطوبة وعقد القران، ينتظر بشغف حصول الابن على الشهادة ويترقب عودة مسافر من غربة أو وصول خطاب تعيين لعاطل، أحيانا يتابع الخطابات بعينها لمعرفة نهايات القصة، يعجب بالأبناء البارين بأمهاتهم، يسفر في ضيق لعقوق هؤلاء الذين يردون على رسائل ذويهم، يقرأ سطور كتبت بالدموع، يشم فينا رائحة الأسى والجحود، فاضطر في مرات قليلة لكتابة رد بدلا منهم لتهدأ قلوب الأهل وتطمئن النفوس، رغم فضوله كان لا يقترب من رسائل الحكومية ولا يميل لرسائل العاشقين المطولة، رغم ندرته يمر على السطورة بعينه ويضويها سريعا، مع الوقت اكتسب خبرة، يستطيع القراءة طولية من الأعلى إلى أسفل، يعرف الموضوع من أول لمحة وبناء له جذبته الحكاية أو إعادة قص الظرف وإرساله لصاحب الدولة التدخل. يعني حتى هاي شوية حبيت فكرة فجأة أقول ما احنا السلامة في الرسائل، يعني كأنه إعادة الأشياء اللي يعني أحس إنه أشرف يعني عنده أشياء كثيرة يبغى يتكلمها وحصل فرصة أن يعبر عن كل الأشياء المفقودة في الزمن الجميل، يعني حتى من بين المآسي الموجودة. سمر حبيت لك شيء؟ سمر دكتورة سمر مع حفظ الألقاب. يعني مرة ثانية شكرا على هذه الرواية الحمد لله، لأنه وصل خط زمير يعني حبيت أقول كل الناس هيك تمام. تندرج هذه الرواية تحت تصنيف الرواية الواقعية، الأحداث فيها تتلاحق بصورة متواترة منتظمة بعيدا عن الخيال الذي يشغل فيها مساحة ضئيلة جدا. تثير الرواية جملة من التساؤلات وتشير بإصبع من تحذير على أهمية الفن ودوره في بناء المجتمعات ودور الحكومات في النهوض به والحفاظ عليه. من هذه الأسئلة، أين نقع نحن من الفن وأين الفن منا؟ يؤسس لهذا التساؤل فوضى المشاهدة التي تضج بها الرواية. نحن شعب، بالإضافة إلى أننا أصبحنا شعبا لا نقرأ، أصبحنا أيضا غير قادرين على تمييز الزيف الذي يتعرض له الفن بصورة مستمرة،
وهل فعلا إذا عرضت قبالة أنظارنا لوحات فنية عالمية ذائعة الشهرة لما استطعنا تمييز الأصلي منها من المزيف؟ ينسحب هذا التساؤل على التزييف الذي يتعرض له الأدب أيضا. من جانب آخر، من شروط بناء الرواية الحدث والصراع. يكاد الحدث في هذه الرواية يقترب من أن يكون سيرة ذاتية للفساد وليس لشخصية بعينها. كيف يبدأ؟ كيف ينمو؟ وكيف ينتهي؟ وهل فعلا ينتهي أم أنه يتخذ أشكالا أخرى بعد انتهائه من مرحلة كان منسجما مع شروطها الزمانية والمكانية؟ السؤال الأبرز. غالبا ما يكون الصراع بين البطل وفكرة أو واقع أو محنة، بالمختصر صراع بين الخير والشر في هذه الرواية حسب ما وصلني وما فهمته. هناك صراع بين شر وشر آخر أقل أو أكثر منه خطورة، وفي النهاية يموت أبطال الشر ولا يموت الشر نفسه. إذا ما الجدوى وما هو الواقع الذي نسعى لإصلاحه؟ ما هو دور الخير في هذا الصراع؟ وهل المساعدة أو إعانة المحتاج بطرق غير شرعية أو أخلاقية أو قانونية هي خير محض أو تستحق تسميتها خيرا؟ إذ إنه من شروط الخير أن يكون خالص النية لوجه الله وآت بطريقة مشروعة وليس غسيل سيئات الآخرين على طريقة روبن هود. ربما كان روبن هود أكثر خيرا لأن مبدأ الغاية التي تبرر الوسيلة كان أكثر قبولا فيما أتى به. أيضا من الشروط الجمالية في تلقي الفن الحزن لحظة سقوط البطل، ومعتوق الرفاعي بطل الرواية وأحد طرفي الصراع فيها إذا جاز تسميته خيرا، لم يشعرني بحزني أبدا لحظة سقوطه والقبض عليه في نهاية الرواية في صفحة 256 بعد جلسة المحاكمة. أيضا تمرد أعضاء الجمعية السرية وانقلابهم على صديقهم حتى وإن كان تمردا ضمنيا غير معلن لا يمكن القبول به أو التعاطف معه، لأن التمرد الحقيقي لا يبدأ هكذا ولا يمكن دحره بسهولة إذا كان قائما على لبنات صحيحة واشتراطات عالية عادلة، وهي نتيجة واقعية منطقية تاريخية أوردها المؤلف في صفحة 268. لا توجد سفينة نوح، المجتمعات الفردية التي لا تفكر إلا في نفسها تغرق. السقوط الوحيد المحزن في هذا الصراع هو سقوط قيمة الصداقة. الأسئلة الأخرى التي يمكن عليها صياغة مغزى الرواية حين العمل على الخطة البديلة بعد الانكشاف: هل سنموت؟ أجابهم معتوق بسؤال آخر: وهل كنا نعيش؟ وإذا عشنا هل تظنون أن تلك كانت الحياة؟ نعم، هذه هي الحياة. مخطئ من يعتقد أن الحياة ليست هكذا، نحن لا نعيش في المدينة الفاضلة. 100% من البشر ابتداء بأثر الأثرياء إلى أفقر الفقراء قد مر بتجارب قاسية واختبارات وامتحانات وابتلاءات. هذا هو الوجه الحقيقي للحياة، والعيش هنا لا يعني إدارة الأزمات والتعامل مع البلوى. لن تتغير الحياة من تلقاء نفسها بناء على رغبتنا في التغيير، فلن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحقيقة الدائمة أن المقدمات السيئة لن تأتي بنتائج إيجابية، ومقولة المؤلف في صفحة 278: صمت الموجوعين أكثر صخبا من ضجيج الظالمين، لا أعتقد أنها قاعدة أو نتيجة يمكن الاستدلال بها. الصمت ليس صاخبا أبدا، إضافة إلى أن أبطال الرواية لم يعتنقوا الصمت كمذهب في الحياة، بل قابلوا الشر بشر متخف ليس أقل سوء. هذا مفهوم. شكرا مشكورة، ما جزيلا. قصرتي، جميل، الله عليك. لغة عربية ما نقدر ننافس يعني. تلاميذ الحين معك. من يحب يناقش؟ سعدية، تحبين تناقشي؟ مثل ما تفضلتي، هو في التساؤلات اللي بصعك اللي هذا، هو سأل هالسؤال، يقول نحن بدل ما نسجن نقبض عليهم او نسجنهم او هذا، ما حلينا مشاكلهم، لان الجريمة بتبقى، الجرائم بتبقى، والمهمشين بيبقوا، لان نحن ما حلينا مشاكلهم ان نساعدهم على ان نقضي على الفساد او نقضي على الشر موجود. يعني هو مثل ما تفضلت، احنا قضوا على الاشخاص بس ما قضوا على الشر او على مثل ما يقولون الخارجين عن القانون يعني. مساء الخير جميعا، الغائبات والحاضرات على زوم والموجودات معنا. الرواية أول ما بديتها الصراحة أول 150 صفحة حسيت إنه تكرار، كلهم مهمشين، يعني من أول لآخرة كلهم مهمشين.
وكلهم مبرر مخالفتهم للقانون، يعني معتوق مبرر تزويره، حتى تزويره للفلوس مبررة. الشنكل اللي يسرق من البيوت كمان مبرر سرقته، كلهم أعمالهم مبررة. طبعا ما عدا غريب، غريب كان بس طامع. هي الرواية كلها تدور وتلف على المهمشين، من فارس عودة اللي هو عامل المجاري، للجوكي، لعبد العربي. الست انهار اللي هي بقى سوري اللي هي بقت الحلوة، بس الصراحة هي ليست بقت حلوة، هي بقت عشيق. باعية مزاج. بس حتى المحششين تحشيشهم مبرر، عندهم كبت وعندهم فرستريشن وعندهم كل شيء، كل شيء مبرر. حسيت الرواية الجمعية السرية للتبرير للمهمشين، تبرر كل المهمشين في العالم، تبرر لهم أسباب تهميشهم، تبررهم أسباب التجاههم لمخالفة القانون. حلو. يعني من تزوير اللوحات لتزوير الفلوس، كلها أعمالهم مبررة، وكأنهم دفعوا لهذا العمل دفع. القسم الثاني من الرواية كان أمتع بكثير من أول جزء. أول جزء حسيت فيه كثير تكرار، بس الجزء الثاني حسيته يدخل بصلب الموضوع. حبيت النهاية كثير، حبيت النهاية وقت اللي الكل على أساس راح يفجروا أنفسهم. هم ما راح يفجروا، هم مجرد تخويف، بس حسيتها إنه شغلة كثير مهمة. يعني حتى مينا مسكين الولد اللي رايد يصير مهندس بس ما قادر. أمه اللي بدها تروح تشتري له برشام حتى تنجح الولد وتخلص من همه. الرواية فيها كثير تبرير لمخالفة القانون بطريقة قانونية. وشكرا جزيلا أسماء، وشكرا جميعا للحضور. مشكورة يا سعدية. عايدة رغيث، تفضلي عايدة. كنا أتمنى ويانا عايدة بس كنت بحب أكون أنا إيش اسمه، ما راح أكرر اللي حكوه. أنا حبيت اللغة بطريقة مش طبيعية، عجبتني اللغة. لكن راح أحكي شو أنا كنت كاتبة بالأول. أنا بس بديت الكتاب ولي حبيت يعني من الجمل اللي كتير حلوة كمان، كيف حبس قلقه وحيدا بغرفته. يعني أسلوب السرد عنده كان مشوق كتير، فبقول مع إنه اللغة كانت رائعة لكن الكتاب كان متعب بالأول، كان متعب، كان في شعور بالقهر لازمني فترة القراءة، ما كنت أقدر أقرأ ورا بعض. أنا بالعادة أترك الكتاب وأرجع هقول مش ناوية أنقهر. كنت كتير حابة لو أسأل الكاتب، هقول له قد ما هو كاتب يعني القهر اللي فيه معتوق، كيف هو كان حاسس وهو عم بكتب الكتاب. يعني أنا كنت بدي أدخل بقلب الكتاب نفسي وأمسك هالكلمات وأضرب فيها معتوق، إنه أنت يا معتوق إسماعيل شو عمل فيك إسماعيل، وما زلت كمان لما زيفت الصورة تبعت زهرة الخشخاش كمان أعطيته إياها بدون ما تاخد ضمانات. يعني الغباء اللي كان عند معتوق كتير نرفزني. في نقطة بالكتاب عجبتني، كيف هو لما جاب عن أسعد جرجس، إنه يعني بخلال الرواية فرجانا إنه بيعيشوا إسلام ومسيحية مع سوا بكل محبة. يعني بيروح دايما أسعد جرجس إنه هو خال أم العروس أو أم العريس، وبمشي بحاول إنه يظبط كتب الكتاب أو العرس شو ما صار فيه. فهاي حسيت إنه الكاتب فرجانا واقع. هلأ الكتاب كله واقع، ما فينا نقول مش واقع، بس كمان حبيت إنه كيف دخل
يفرجي العالم اللي بدهم يقروا الكتب المترجمة إنه كيف عايشين، الكل عايش بسلام مع سوا. بعد ما كبيت الكتاب رجعت أقرأ، لقيته صار أحلى بالآخر، بس ما قدرت أكمله. هاي هي النقاط اللي عندي. شكرا على الكتاب، حلو حلو. هو الكتاب أول ما تبدأ الواحد فيه يحس نوع من التكرار والملل يعني، بس هو أنا أعتقد ذكي لما اختار لوحة فان كوخ والتزييف، وخصوصا احنا رحنا متحف محمود خليل وشفنا اللوحة يعني شايفين اللوحة، وبعد ما رجعنا تذكرون قالوا اللوحة انسرقت، يعني قلنا والله زي شفناها قبل ما تنسرق، يعني خلاني أتساءل هل هي اللوحة اللي شفناها احنا المزورة، ولا شفنا اللوحة الحقيقية؟ يعني لو ما صدقت اتذكر الوقفه واقول معقوله هي لوحه زاهد الخشخاش موجوده في المتحف، تذكرت كنا ما ادري شفناها حقيقه، بس يعني لو انا ما تفاعلت مع الروايه لاني شايفه اللوحه وبعدين قالوا انسرقت، يعني كنا حضرنا شاهدين زور وشاهدين موجودين، شفنا كده بنفس الفتره يعني موجود كنا مو مزورة، هاي رسمت لنا بنت سعيد من اختراع بنت سعيد بس هاي مش زهرة خشخاش، هاي هاي من خيالها يعني. اللغة صوفي بين اللغة الفصحى واللغة العامية، وانت عاد هاي صنعتك صوفي تحبين تناقشي؟ لأن صوفي ما شاء الله عليها مرت الحرم سفير الإيطالي وتتعلم اللغة العربية الفصحى ونفس الشيء اللغة العامية يعني التونسي باللهجة التونسية. أنا قريت الرواية قلت الحين هاي فيها لغة عامية وفيها لغة فصحى، الله يعلم صوفي وين وصلت مع الرواية، هل كان صعوبة ما كان صعوبة، قدرتي يعني مع الرواية تأخذين يعني تستوعبينها أو لا؟ سامحني السؤال مرة أخرى، اللغة اللغة الرواية اللغة في الرواية حبيت العلاقة بين اللغة الفصحى واللهجة، و أتذكر اللهجة أيضا التونسية، التونسي سامحني اللهجة التونسية، حبيت الذي الكتب يستعمل الاثنين، لأن في هذا الطريق تحسين كيف متى تقرأين أكثر أقوى الجو في حلوان. ليه صح؟ أنا حتى الآن لم أسافر إلى القاهرة، ولكن أخيل هكذا. بعد في بصفة عام حبيت كثيرا الروية، لأن يوجد كثيرا من الأسئلة فيها، مثلا ما الحقيقة، فكرت أيضا عن شكسبير، كل العالم مسرح، اي نعم ونحن الكل ملعب بين نحن الممثلين، الممثلين في مواصلين، او المؤدين في المسرحية، سامحني دائما نحن نقول الحياة مسرحية، نحن متفرجين، يا متفرجين يا ملاعبين فيها، واحد من اثنين يعني. نحن ما ادري والله، نحن متفرجين اظن. أحب كيف هذا الميتافور، الخيال الموجود، الميتافور خيال، الخيال الميتافور الاستعارات، استعارة، شكرا، استعارة
اللوحة زهرة زهرة الخشخاش. أشخشخاش، ما اللوحة الحقيقية، ما اللوحة المزيفة. مزيفة، وأيضا كيف نحن الكل نبحث الدورة في الحياة، طبعا ما يجب أن نفعل لأشارك في المجتمع، ما دورنا. صح. وصعب، وأيضا حبيت السؤال، ما الحقيقة وما وما زيف ما هو الخيال؟ ما زيف. ويمكن القس بصفة عامة حزنة، ولكن في النهاية الحب يفاز يفوز الكل، يعني يفوز الكل في الصفحة الأخير. الأخيرة. شكرا بل الحمد لله يعني الرواية حبيتيها يعني. كثيرا، يا حبيبتي شكرا. مشكورة، بالعكس يعني لازم الربع أنسى فكرة أن حبت لغتنا وحبت لله. هنادي، دكتورة هنا وهنادي هنادي طبعا أكيد الرواية في ملعبش القضايا دائما الإنسانية تمسك دائما في كل الروايات اللي نقراها يعني. مساء الخير. صدف انه قريت الرواية اسمها انا بالهند، وصدف انه كنت بالسيارة دايما بالمشاوير الطويلة اقراها، وانا عم بقرا التفت من النافذة تبعت السيارة، لاقي قدامي توك توكس، كلاب شاردة، ناس على الموتورسايكل، على كل موتورسايكل في أكثر من شخص قاعدين، باصات عم تمرق، سيارات عم تمرق من كل زاوية صغيرة، يمروا وكأنه كل الأشخاص كانوا بحالة هروب. يعني تخيلت إنه كل الهند كانت عشوائية، مفتوحة، أو مكان للفقراء، أو كان كل واحد يبحث عن مخرج أو عن طريقة للبقاء على قيد الحياة. هيك تخيلت المشهد. وللمفارقة أنه أنا طالعة من الهند، طلعت الكتاب لأقرب الطيارة ونسيته بالمطار، وكأنه كتب لهيدي الرواية أنه تبقى لحدا حتى تخبرهم أنه لستم وحدكم تعيشون هذه المآسي. كمان هناك في حلوان من يعيش هذه المآسي، هناك في كل الأوطان من يعيش هذه المآسي. صراحة لأن أشرف عشماوي لم يتكلم فقط عن مصر، أشرف عشماوي بعتقد مع حفظ الألقاب نحن منحب وجوده، منحب كتابته دايما. هو عم يحكي عن واقع ملموس عم نعيشه بكل مجتمعاتنا، عن تغير ديموغرافي عم بيصير على مستوى أوطاننا، على كونتون كانتونات كبيرة عم تخلق، وداخل هذه الكانتونات تتشكل فئة من مجتمع لا تنطبق عليه القوانين وما نراه مناسبا وغير مناسب. ما هو الشرف؟ ما هو الصح؟ ما هو الخطأ؟ ما هي الغاية؟ الغاية في هذه المجتمعات هي البقاء على قيد الحياة. لا تنطبق أي من القوانين في عالم لا يسوده القانون. اليوم لا أحاسب أنا هذه الشخصيات في الرواية، أحاسب النظام، هذا النظام الذي خلق هذه الفوضى الخلاقة في المجتمعات، والذي ترك المجتمعات كل منا فيها يبحث عن وجوده، عن كيفية البقاء على قيد الحياة. ذكرتني هذه الرواية أو ربطتها بطريقة ما مع إيمانويل كانت لما قال الفوضى الخلاقة لا تؤدي إلى نظام ولا تؤدي إلى عدالة. لا يمكن للعدالة أن تبنى على الفوضى، يجب أن تبنى على النظام. وأين النظام؟ وأين الدستور؟ وأين العدل في مجتمعاتنا؟ أو في المجتمعات الغربية؟ أنا لا أريد أن أقول أننا فقط في العالم العربي نعاني مما نعانيه، بس ما أعجبني أكثر ما أدهشني أن أشرف عشماوي نزل إلى هذه الطبقة المهمشة،
وحكى مأساتها، حكى عن ما يدور في خلدها، حكى عن كل ما قامت به كي تبقى على قيد الحياة. نحن بالكومفورت زون اللي عايشين فيه، بهذا الرخاء اللي عايشين فيه، هل يحق لنا أن نحاكم هؤلاء الأشخاص؟ أشمل ما فعله أشرف عشماوي أنه لم يحاكمهم، طرح مشكلتهم، حكى عن قضاياهم، ترك النهاية مفتوحة للتأويل، لكنه لم يحاكم. كان كاتبا عادلا، كان كاتبا يضع مثل ما بيقولوا الإصبع على الجرح، لحتى يفرجينا أنه هناك في العالم، سواء في مصر أو في لبنان أو في سوريا أو في غزة أو في أي وطن من هذه الأوطان، وأنا سائبت كنت بالهند، هناك عالم مهمش يبحث عن لقمة العيش، وسيلته غايته تبرر الوسيلة التي يتبعها. وفعلا يعني رواية أخرى يضيفها إلى الأدب العربي أسمى، تمثل حالتنا في هذه الحقبة من الزمن. وشكرا دائما على اختيار الروايات الرائعة. شكرا أسماء. بعدين لاحظت أنا من اختيار لوحة زهرة الخشخاش، وهي زهرة البذورة، هي من المخدر، يعني يعتبر من الفدين والمورفين، ومن من الزهرة، أقول حتى من بداية القصة ربطها للآخرة، يعني مش اعتباطا اختياره للموقف هذا على أساس إنه يقدر يعطي مبرر للقصة وتكون يعني واقعية بالنسبة لنا، ويعني الصورة اللي رسمها يعني هو أستاذ أشرف، مستشار أشرف، يعني من بداية الرواية لحد النهاية قدر يرسم خطوط مترابطة ومتشابكة مع بعض. فاتنة، تبين تناقشي؟ تفضلي فاتنة. مساء الخير، هلا هلا. وآسفة على عدم وجودي بينكم، بس ظروف خاصة. حبيت قبل ما أبدأ رح أقول حبيت جدا كلمة تبرير من سعدية، كتير كتير يعني حسيتها مميزة، ويمكن بمحلها، بس زي ما منقول الدنيا حكاية ولازم تروى. لفت نظري الإهداء وتساءلت كم عدد هؤلاء، كتب هو في الإهداء، الذين لم يعيشوا الحياة بعد وكانوا يحاولون النجاة من أيامها فقط. فهل نحن ننجو من الحياة أو نعيشها بس إنه بدها تخلص؟ مش عارفة. الأستاذ أشرف كاتب متمرس يشعر وعن تجربة بنبض الناس والشارع وفي كل الأماكن. هو حقوقي قاضي، وتمر عليه الكثير من القضايا التي ساعدته في سرد الروايات. أبطاله على الورق، ولكن في الأصل هم ناس من لحم ودم. بطله في هذه الرواية معتوق الرفاعي الفنان التشكيلي، ومعه حوالي 12 بطلا ثانويين، ولكنهم ضرورة لسير أحداث الرواية، أو مساندين، بقدرش أقول ثانويين. الطمع، الخوف، التهميش، القسوة والإجرام الخفيف في هذه الحالة هنا تحملها الأحداث عبر الشخوص مع عمل الخير أيضا. تساءلت، ألا يستطيع الفنان أن يكتفي بعبقريته الفنية؟ وهل كان بإمكانه أن يكتفي بالمال الضئيل من مبيعات لوحاته بدل السرقة والتزوير؟ لغة العشماوي كما قلت أسمى، قالوا العديد من الصبايا، مبهرة بنظري، ذكية جدا طريقته بتناول مفردات اللغة وتقديم وتأخير العبارة رائعة. مثال: أوجعته لطمة الخبر وشعر أن خيول الغدر دهسته، أو قال: الحياة رحلة طويلة من المتاعب والسعادة فواصل قصيرة بينها، نفحات فرح محلات بالصبر. في عندكم كتير مقتطفات، صفحة 110، 111، والكثير. كتبت: كيف يمكن رسم لوحة بها إناس أحياء؟ لما عمل رسم لوحة للأعضاء، عضوات الجمعية السرية، بها إناس أحياء، أصدقاء، زملاء، بتنكر بسيط أو حلق لحية أو شنب يصبحون متشابهين، كما فعل فاضل والصحافي، أو اللي عمله الصحافي هو أخوه.
لوحة الجمعية السرية جمعت كل أشخاص الرواية، رسمها وفصلها كأنها قطع بازل أو ليجو. الصراع الأبدي بين البطل الحقيقي المرئي لنا عتيق وبين البطل الآخر وفي حضور غيابه المؤثر بكل الأحداث ونهايتها يبقى قائما حتى السطور الأخيرة. أبو إسماعيل، غريب أبو إسماعيل موجود، ما هو بس مش في خلال الأحداث نفسها ولكن كأنه في خلف المسرح. قبض على معتوق وهدده الضابط قائلا: تهمتك تزوير في أوراق رسمية وتقليد عملة الدولة وختم النسر، أين الطابع الآن؟ ثم يرن جرس الإنذار وتهديد بنسف أعضاء الجمعية السرية أنفسهم أمام المحكمة، ثم يموت البطل، أو هكذا ظننت. رواية ممتعة، صراع أبدي بين الخير والشر، زي ما قلت كمان، أنا قلت أسمع كأنه روبن هود الفقراء. شكرا أسمع على حسن الاختيار. ملاحظة صغيرة من ضمنها، كاتب بالصفحة 131: 10 سنوات في عمر الشعوب مثل دقيقة في عمر الإنسان. بدي في كمان ريليتنج لهذه الجملة، الدكتور التوليد بيقول لك الطفل في بطن أمه، يوم في بطن أمه يعادل دقيقة خارج الرحم، فكيف هي الشعوب وكيف هي التي تقهر الآن مثلا؟ 10 سنوات هي كدقيقة في عمر الإنسان. وألف شكر. عفو، بالعكس، اهلا وسهلا وماتش فيشر، وان شاء الله نشوفك على قريب. إن شاء الله. دكتوره هلا، مساء الخير جميعا. مساء الخير. يعني انا اللي التفكير اللي بعد ما انهيت الروايه فكرت انه هذه اللوحه التي رسمها اشرف العشماوي عن هذا المجتمع المهمش وما وصل إليه هؤلاء الأشخاص. فكان السؤال اللي يتردد في ذهني هو أين هي الحكومات من كل هذا؟ هذا هو الشيء اللي شعرت به في داخلي، يعني هذول الأشخاص ما كانوا وصلوا لما وصلوا إليه لو كان هناك رعاية لهؤلاء الأشخاص ومن قبل الحكومات وتدبير لحياتهم. فحسيت إنه فعلا الشرخ كبير جدا في بعض الأوطان العربية اللي وصل بها، وهذه المجتمعات اللي ذكرها هي موجودة في الكثير من البلدان العربية. يعني وصف هؤلاء الأشخاص وما وصلوا إليه من تبرير للجريمة ومن اعتبار أشياء هي بمثابة جريمة اعتبارها شيء طبيعي. وطبعا حكمة كاتب الرواية طبعا هي مكتوبة بحرفية، هو لم يصدر أحكاما على أي من هؤلاء الشخصيات، وبالتأكيد يعني لأنهم هم ليس ذنبهم إن وصلوا إلى هذا الحال. دفعتهم الظروف، ويمكن أي شخص في مكانهم يضع في هذه الظروف الصعبة يبرر ما يقوم به لكي يعيش، لكي يستطيع أن يأكل ويشرب ويدبر حياته. وهذا النوع، هذه الكتابة، كل هذه الكتابات، وكم هناك من كتابات من هذا النوع في عالمنا العربي، المفروض تنتبه إليها الحكومات، المفروض أن تعالج هذه المشاكل، ولكن الوضع فعلا خاصة في السنة في العقود الأخيرة أصبح فعلا مخيف في بعض المجتمعات، لأنه هذه المجتمعات المهمشة بدأت تتضخم وتتضخم وبدأت يعني تكون خطرة. خطرة على المجتمع. مجتمعاتنا اللي كانت مستقرة في السبعينيات سواء كان مصر أو العراق أو اليمن أو ليبيا أو كل هذه المجتمعات التي كانت يعني مستقرة وتعيش حياة ترف وجمال وفن، أين هي الآن؟ يعني الآن أصبح جزء بسيط من هذه المجتمعات هو يمكن
ما يزال يشبه فترة السبعينيات، ولكن حتى الناس اللي كانوا يشكلون الطبقة الوسطى اللي كانت تشكل هي يعني ثروة المجتمعات هذه، هذه الطبقة هاجرت ورحلت وتركت بلدانها. فالوضع مؤلم جدا، ولكن متى ستشعر الحكومات بهذا الوضع الخطير الذي وصلت إليه هذه المجتمعات العربية بسبب الإهمال، بسبب الرشاوي، بسبب السرقات، بسبب عدم وجود حكومات نزيهة وواعية بما وصل إليه الوضع. الوضع طبعا خطر جدا بالتأكيد، وهذه الرواية تشير إلى هذا الوضع المأساوي الذي أصبح الشخص الذي هاجر وترك بلاده في فترة معينة الآن يرجع إلى بلده يشعر بالغربة في بلده، هو لا يجد المدينة التي تركها ولا الجمال الذي تركه في فترة الجمال المجتمعات العربية في السبعينيات مثلا، وبدأ التدهور بالتدريج والآن وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا. يعني وإذا تكلمت عن لغة الرواية فاللغة جميلة بالتأكيد، وليست وغير مهلهلة وموجزة وجميلة، يعني تعكس أفضل بعض الجمال في بعض الصفحات، على هناك بعض المقاطع والأحداث الساخرة يعني، ولكن يعني لا بد منها في الرواية لتخفيف من حدة الألم الموجود في الرواية وما يشعر به القارئ من فعلا من ثقل وإحباط وهو يعيش كل هذه الأحداث ويعيش من هذه الشخصيات السلبية كلها، يعني لا توجد شخصية واحدة إيجابية، وأعتقد هو تعمد هذا لأنه هو مجتمع مغلق متكون من هؤلاء الأشخاص، وأكيد يعني لا يوجد فيهم يعني شخصية إيجابية بسبب الظروف. حبيت أيضا النهاية المفتوحة للرواية، يعني لربما أنا يعني أنا تفسيري تأويلي لهذا المشهد الأخير أنهم لم يفجروا أنفسهم، وكانت مزحة، ولكن هي لربما مزحة لأن لما كانت مزحة نعم كانت مزحة، ولكن أنا في رأيي أنه لربما هم اليوم لم يفجروا نفسهم، طبعا ولكن في المستقبل لربما نفس هذا المشهد سيتكرر وسيفجر نفسه، وكأنما هذا المشهد هو إنذار أنه الآن المشهد هو غير جدي، ولكن ربما سيكون جديا صح. في المستقبل، فانتبهوا إلى ذلك. أعتقد هذه هي الرسالة التي أراد العجماني أن يوصلها ونجح في ذلك، وشكرا لكم على الاختيار. الله يشوفك. شكرا. مشكورة دكتورة على مداخلتك دائما، يعني مداخلاتك احنا ننتظرها يعني. سلمى سلمى، يعني اكيد انت بما انك تجيب بالفن واللوحات اكيد دخلتي في بحث عن فان جوخ واللوحات ومحمود خليل ومتحف مجنن المتحف يعني والتزوير، وانتم دائما اكيد تتعرضون لهالمواقف هاي يعني. هي في لفتة على الموضوع، يسعد مساكم جميعا. في البداية حاب أول شيء الكلام أن الكاتب في هذه الرواية وثق الحياة الاجتماعية في هذه الفترة، ولربما أن ما زالت كذلك بتفاصيلها البسيطة، كانت مليئة بالألم وأوصلت شعور المرارة والظلم التي يمر بها المجتمع، ولا ما زال يعني في الشعوب العربية. طبعا نفس ما شفنا أن الشخصيات فقدت شعور التعاون أو شعور كان المفروض الوطن يوفر لهم إياه، لكن تعاونوا مع بعض وأنشأوا الجمعية الخاصة كشعور إنسان يعني إنساني بس يعني بحت أو فطري أن يحتاجون يتعاونون مع بعض. ففي هالرواية نجد أن الجمعية كانت وسيلة للتغلب على الحالة الاجتماعية، وكانت وسيلة للتعبير عن الذات وتعكس عمق رغبة
الشخصيات في هذه الرواية إنهم يبغوا يتحررون من هذه القيود الاجتماعية والسياسية ويتعاطفون مع بعض ويحاولون يوصلون لحياة أفضل. اللي لفت انتباهي في الرواية رغم كل السوداوية في معاناة أفراد الرواية إن معتوق كان يلجأ للفن في الكثير في بعض الأحيان لما كان يشعر بالألم، لما كان يسمع قصص حربية، لما كان في مستشفى المجانين، فكان حتى يعني هو كان في حالة ألم وهي كانت في حالة ألم آخر، لكن كان يحاول يتعاطف معها ويسمع قصتها إلى مرحلة معينة كان يحتاج إنه هو يعتزل نفسه يعني يقعد في غرفته ويرسم. الجمال في هذا الشيء إنه كنا نقدر نحس إنه فيه كان وجد راحة في إنه ينزل عبره ويقعد يرسم. فهالجمال اللي نحن يعني كل ما شفنا يعني كل ما تعمقنا في الرواية شفنا أشياء سوداء وما قدرنا نتعاطف يعني مع أي موقف، يعني كلها أشياء حزينة، لكن لما يتكلم عن الفن نبدأ نحس إنه في شعاع النور اللي كان ممكن يرجع له، أو مساحة من السلام والطمأنينة اللي هو افتقدها في حياته. نفس ما كانت بنته في يعني بصيص الأمل إنه هو يبغى يعيش بس عشان يشوف إنه هي تكون بخير. الألم اللي عاش فيه معتوق واللي كنا تعاطفنا معاه كان هو الحال نفسه مع فان جوخ لما كان طبعا في مستشفى الميانين كان بالضبط المصح اللي كان كان في المصحة نفسه. وإذا انتبهنا لهالصورة كان في تشابه بينهم إن الألم ينتج الأعمال العظيمة، ومن قلب الألم والمأساة واليأس نشوف الأعمال اللي يرسخ التاريخ وتكون في المتاحف في يوم عندنا. حابين نشكر أشرف الصراحة على هذه الرواية، شكرا لكم على هذا الاختيار. حبيبتي ما كسرتي، ودائما يقولون المتاحف هي مقبرة الفن، لأن دائما تخزن وتنحط بين الجدران ويسمونها مقبرة الفن يعني، وهذا طبعا شيء محزن. سلوى تفضل. سميرة بتناقشين ولا لا؟ بعد الآخر أسمع. أوكي يلا تفضل أنت سلوى. مساء الخير. بالنسبة للرواية أنا مش هعيد كل اللي أنتم بتقولوا عليه. أنا كان عندي تساؤلات فعلا لما قريت هي الرواية. تعاطفت طبعا مع معتوه، ولم أبرر المتحف إنه ما عملش لجنة لدراسة اللوحة اتسرقت ولا لأ، فيها مبالغة ما حد اتحرك ساكن يعني لوحة زي دي تتسرق من غير ما تعمل لها لجنة ولا كده، شوية فيها يعني. هو طبعا ده الموجود، بس اكيد تتحرك يعني بعد 10 سنين، ويدعي اللي هي مش عايزين يعرفوا الحقيقه كمان. دي معناها في بالنسبه للعشبه بتاعت الوالده اللي هي اتغيرت من قصر والناس في الناس نعم كربش ما يسمعون حاضر. كان عندي قراءة الكاتب طبعا لما اتكلم عن جمال عبد الناصر مستجاب مبارك، واعتقد برضه هو نفس السيسي شويه بس اندايركت لما اتكلم عن السعودي والاسماعيلي، ان هو احنا ما نتكلم في السياسه. هو كان بيتكلم عن السعودي والاسماعيلي اللي اغدق عليه بالقرون والديون وكده، واوهموه ان هو ماشي بالطريق الصحيح، هو لا. والباقي انت عارفين. أنا كنت عايزة أقول كمان صعب عليا طبعا مع بنتي بالذات، لأن هي كانت بعدت عن باباها فترة طويلة 10 سنين، وهي عارفة إنه مسموم طبعا، وإن هو كمان اتخلت عن اسمها، دي حاجة برضه بالنسبة لي أوفر، اتخلت عن العائلة بتاعتها واتسمت باسم تاني حتى تتبرك باباها أو ما يطلعهاش السمعة بتاعت بابا مع إنه راجل كويس. كمان كانت أوفر لما هو معقول راح للبنك وفتح حساب الفلوس المزورة، ما أعتقدش إنها تمر على بنك يعني. يعني دي وهي دي رواية وفيها طبعا فانتازي هي رواية وبتكون مشوقة، ففيها بعض الحاجات اللي هي يعني ما يعني ما نعرفهاش. كمان شهيد اللي هو كان عرض حلمي بقى محامي وشهير وفتح مكتب في البلد، ومع
يعني مع كبار البلد وكده برضه بشعر شوية. طبعا الرواية جميلة جدا شدتني وقريتها في يومين ثلاثة، ما لحقتش أكتب طبعا زي ما كتبت، بس رواية بتعالج بعض المشاكل طبعا أو المشاكل الاجتماعية اللي موجودة في كل المجتمعات يعني، بس مش بالكثرة دي يعني، أو مش إن أنا أقول مثلا هي حطها في عشبة بتاعت الوالدة باشا وحط فيها كل المجتمع اللي هو عمله ده. كمان كان أوبن لما قال إنه كانوا قاعدين بيشوي لحم الكلاب وبيقول الله ريحته حلوة وشهية، بصراحة كمان كانت يعني أنا ما سمعتش إن الكلاب بتشتكي، ده كان كلها تساؤلات بالرغم إن هي رواية حلوة وجميلة وكل حاجة، فيها بعض الواقع وفيها طبعا حاجات للتشوق. رواية، شكرا يا أسماء، وأسف إن أنا مش كاتبة لا 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 ما علي، حتى انا ما اكتب اصلا يعني شوفي يعني نحن ما نقدر يعني نقول نبرر مثل ما قالوا الخوات الوسيله، بس يعني هو يعني في كثير يعني مش تتكلم عن مجتمع كامل او تتكلم عن قضيه كامله، هو يتكلم عن شريحه، وهاي الشريحه ممكن مع الايام مثل ما قالوا ان تكون قنبله مثل ما تفضلت الدكتوره هنا، ان قنبله موقوته وموجوده في كل المجتمعات، موجودة في الغرب وموجودة في الشرق وموجودة في آسيا. يعني دائما الإنسان لازم ينتبه في بعض القضايا البسيطة اللي احنا نشوفها بسيطة وعادية، بس مع الأيام ممكن يعني تسوي مشكلة عامة يعني. وعشان كذا في بعض المجتمعات يعني، وأنا أحمد الله إني أنا في الإمارات يعني، إنه يعني دائما تدقيق على كل الأمور، سواء بالصحة سواء بالتعليم سواء بالبنية التحتية سواء بالحقوق والواجبات والنظام القانون. يعني احنا دائما احنا عندنا في الامارات عندنا قوانين قسريه وقويه، وهذا في الاخير لما تفكرين يعني مصلحه الانسان، الانسان يمشي والمراقبه الحين صح ان البنوك ما تشوف، بس في كثير تفوت عليهم قضايا ماليه وقضايا فساد او قضايا رشاوي او قضايا اشياء كثيره، تذكرين حتى درسنا في انه يعني ساعات الفساد جزء من شخصيه او هويه مجتمع معين يعني موجوده، يعني دراسات قائمه عليها. أنا في رأيي إن ساعات الواحد يقول صعب إن نقرأ هذا النوع أو صعب من الأشياء اللي الإنسان يدخل فيها، بس بعد فيها نوع من التنبيه، يعني إذا كان في قضية في مجتمع معين يعني مش مجتمعي أنا بس ما تعرفين مع الأيام شو ممكن يصير، يعني هذا النوع يفتح الآفاق يعني ويخلي الإنسان ينتبه. يعني دائما إحنا نراعي الأشياء التجميلية الجميلة الكبيرة، بس ما نشوف الأماكن البسيطة يمكن فيها بؤرة، وهاي البؤرة تكبر وتؤذي المجتمعات يعني على الأشياء الأساسية يعني. ما برر هو الأسباب اللي ودت الأشياء، وكثير يعني نسمع عن التزوير الفن، واليوم اشترينا لوحات من مزادات كبيرة وطلعت مزورة يعني، ياما يعني ونشتريها من أهم المزادات العالمية وفي الأخير تطلع مزورة، وحتى عليهم فاتتهم يعني، وياما فلوس تكون انت عندك عمله بايدك وتكون مزوره وانت ما حاسس، وياما 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 اشياء كثيره قضايا. بس الحلو انه ما ينظلم الشخص اللي عنده هالشيء، لانك انت ما تدري انت بعد غشيت يعني. وكان انا اتصور المستشار يعني اشرف بحسب بعد بحسب ظروفه ووظيفته ما بيكتب شيء يضر مجتمعه ويعري المجتمع، دائما احنا يكون صعب علينا الواحد يعري المجتمع. عشان دي دائما اقول النقاشات وحواراتنا ما نصب على نتكلم عن مجتمع او اسم بلد معين، دائما نتكلم بالعموم، لان على ان نتدخل في شؤون المجتمع او بلد معين. تحبين تقسيم؟ سعيدة جدا انك سبحان الله زميلاتي يعني في طرح مراتي العميق يعني اثري الصراحه، اللي انا قلت يعني جلسه اعطاها معاكم مثلا في طرح عميق للروايه في ابعاد مختلفه. سبحان الله كل حد قدم رايه كان في زاويه معينه في جزئيه معينه، يعني تضيف لك بعد اخر وانت تقرا الروايه، ان انا ارجع اقراها مره ثانيه بزاويه من قدم التعليق على الروايه نفسها. انا اتفق مع بعض في الاخير، يمكن الكاتب من خلال هذه الروايه ما ركز على مجتمع معين من
بالعنوان اللي بنعتقد هو في المجتمع الاسلامي مش في الروايه، كان يحاول الكاتب ان يوصل رسائل بدروس عميقه من باب يعني تاتي من باب القدره في مجال معين. الكاتب حكيم في كثير من الحكم، استوقفتني كثير من الحكم وانا اقرا الروايه. يعني انا شفتها صح هناك احداث في ظروف في اشخاص، لكن البعد الاعمق الحكم اللي يطلع منه. صح. يعني واحده منها مثلا الحياه مثل فيلم سينمائي طويل لا يصح ان تكون قواعد عرضه للمشاهدين. يعني هاي واقيسي على هذا، اقيس على اساس الكثير من المواقف التي يتحدث قصه لكن تطلع منها برساله بحكمه. انا كنت اسجل الصراحه، انا احب الحكم، احب اشوف الدرس المستفاد من الموضوع نفسه. فانا شفت انه يمكن كاتب ركز يعني في هذه الروايه وايد على موضوع الحكمه، الدروس المستفاده، تجربته هو ايضا الثريه في هذا المجال وعمله كمستشار. الحكمه اللي تميز فيها صراحه وايد اضافت للروايه بعد جميل جدا. الموضوع الثاني اللي شدني اقرا الروايه ايضا هو خلق. خلق وانت تقراها حتى الوضع قلبك يعني تحس انت حاسس بالقلق مع احداث الروايه. صراحه القلق مرض العصر يعني. وشبهها بالكرسي المتحرك اللي ما يوصل لتيجة. حتى هذا من الاشياء دي فقط القلق في الكرسي بالذات اشعه المتحرك طوال الوقت، لكن لكنه لا يوصل لتيجة. صح. الكل يشعر بالقلق، ما نعرف شو اسبابه. كان يطرح قضايا حتى تمسك انت على الرغم من هذه العلاقه بالمتنفس الرسائل والتجارب والحكم المستخلصه من المواقف تنفع انت كانسان كتقرا. فواحده من الاشياء القلق. النقطة اللي بعد أثارت اهتمامي زهرة، البنت زهرة، ومدى ارتباطها بزهرة اللوحة. هل هناك ارتباط؟ صح. يعني هذا الشيء لفت انتباهي. زهرة بالنسبة اللي معكم كانت هي السعادة، هي الضوء، هي كل ما يتذكرها يستانس يفرح. وكانت هي يمكن تكون السبب الرئيسي لكثير من الأعمال اللي فقدت أحداثها بالرواية، ويمكن شفتها أعمال سيئة. طبعا. البنت الابن كيف هو عزيز، سبحان الله هو مصدر افعال سيئه لكن هو مصدر ضوء سعاده بالنسبه للشخص. فزهره من الشخصيات اللي لفتت انتباهي هي ابنها، لكن هي يمكن قد تكون السبب اللي ادت انه معتوق يكون بكثير من العنوان اللي احنا شفتها غير يعني مبرره. غير مبرره. لكن قد تكون زهره، وزهره جميله يعني وهي انا قد ارتبط بزهره اللوحه يعني. اللوحه يعني. انا هاي وايد حبيتها المقارنه. صح. هاي من الاشياء اللي ايضا لفتت انتباهي، من الاشياء اللي يعني انا حبيتها على عجاله صراحه بعد ما عرفت النقطه. يمكن اختتمها في الرساله اللي اصر انه يوضحها، انه الوصول للحقيقه صعب. يعني هاي من الاشياء اللي لفتت انتباهي، انه صح صار الوصول الى الحقيقه صعب، لانه نحن عقولنا في عيوننا واذاننا. عقولنا في عيوننا واذاننا، احنا نشوف ونسمع لكن ما نبحث في حقيقه الامر. فاصبح الوصول الى الحقيقه امر صعب. يمكن هاي اخر حلو ما شاء الله مسج ممكن اطلع من هذا الرواية الشيقه الصراحه. واشكر النظام واشكر الجميع يعني على اتاحه الفرصه ان اكون بينكم، وشكرا جزيلا. بالعكس اهلا وسهلا، وبالعكس انت طرحتي نقاط وايد مهمه، خصوصا القلق. انا كنت حاطه عليه بين الكرسي، كنت بحطه حق اخر شيء بناقشه دائما اخلي الختام. حبيت فكره القلق، حبيت فكره الزهره، لأنه هو سبب إن هي يتيمة وفي حاجة، اضطر إن هو يعني عشان يعيلها بعد في نفس اللحظة، والفنان ابنه، فربط الفن والابنة والزهرة نفسها مثل المورفين السعادة. اللي دائما الواحد يأخذ الحشيش أو يأخذ هذا عشان يعني ربطها بالكيف، لما قال يعني كثير الربط بينهم حلو وأمل. يعني الإنسان ممكن المجتمعات تتغير وتسوي الأفضل إن شاء الله. مشكورة وما قصرتي. في عندنا حين بقى والجميلات سميرة ونهلة ونهى نهلة. إذا عندكم نقاش واحدة منكم من تحب نهى تحبي تناقشي؟ ازيك يا أسماء؟ إن شاء الله تكوني بخير. الله يخليكي. هي رواية حلوة، بس أنا ما قريتهاش الحقيقة للآخر، بس رواية جميلة أنا عجبتني، والنقاش هايل. يعني أنا دخلت في النقاش من شوية، بس أنا سامعة النقاش هايل بصراحة.
مشكورة يا حبيبتي، يعني اداني رؤية أكتر يعني. لازم تقرينا، وخلي الأستاذ أشرف يشوفه باليوتيوب بعدين النقاش والحوار مالنا. إن شاء الله إن شاء الله. سميرة مرحبا فيك. سميرة وينك؟ تتكلمي بالتونسي، رحبي في صوفي، تحب اللهجة التونسية. مرحب صوفي، تفهم بالعربي. حبيبتي حبيبتي، إذا ما بعرف إذا كان عشتي بتونس مبينة عشتي في تونس شوي، نرحب بك ومرحب فيك لو ترجعي عنا. فسمعت شوية نقاشك، لغتها يعني مش بطالة بالمرة، ذكرتني في شخص كان قبل زيها يقرأ بالفرنسي ويفسر بالعربي. حاسي أسمع، أنا الحقيقة الرواية أخذتها من عند رانا قبل 3 أيام، فحاولت نقرأ ما خلصت الكل، بس الحين من نقاشك بشوية أخذت فكرة أكثر. فقلت أنا تحمل الرواية بين السطور واقع بسيط ومباشر لكن فيها فلسفة. رواية تدور حول مجموعة من شخصيات مزيفة مهمشة، فينا نقول فيها كمان فيكي مش حقيقية، لكن الموضوع أكبر كان. الشخصيات وكل الشخصيات والأحداث كلها مرتبطة بعزبة الوالدة. داخل الرواية هناك انحدار اجتماعي، والفساد الذي حصل فهو نسيج المتغلغل الذي أدى مثلا إلى شخصية شو اسمه؟ معتوق؟ معتوق الرفاعي. أي معتوق الرفاعي، شخصيته لم يستمر على مدى الرواية شخصية جهنمية. لما شفنا بالأول كان شخصية جهنمية، شوي شوي بلش، ما كانش شخصية جهنمية بالعكس، بس شوي شوي بلش يكبر. أسلوب الكاتب رائع، اللغة داخل الرواية عربية في السرد وعامية مناسبة للشخصيات، ولكنها كانت موزونة لتوصيل الفكرة. فالرواية أوكي خسارة ما خلصتها، بس إن شاء الله نخلصها اليوم ولا بكرة. وزي ما قالت نوها، سمعت نقاشكم كان عميق قوي، فشكرا أسمع الرواية، وإن شاء الله يا إله الرواية الثانية تكون أحسن. شكرا حبيبتي، باي. بختم الرواية، بختم الجلسة اليوم، إن هو نفسه يقول أشرف، كأني أرى بصورة أقرب من غيري، أرى لحظات ضعف ونفوسا مشوهة وأخرى شريرة للغاية، أرى لحظات الانتصار والانكسار، أرى الجريمة عن قرب وهي كاشفة للكثير من أحوال المجتمعات. تلك الميزة لا تتوفر لغيري من الروائيين حتى لو زاروا المحكمة كل يوم. سأظل أنا الأقرب للحدث منهم. فالروائي مهما حضر بالمحاكمات في محاولة التعايش لن يرى بهذه الدقة وهذا العمق. الوضع مختلف من مكاني، أسمع للناس وأدقق في كل تفصيلة، لأن معاصره من الأحكام يغير مصائر وحياة الناس. لدي عمق أكبر في رؤية الأوراق من الشخص العادي بحكم وظيفتي، وكل روائي يستفيد من حصيلة تجاربه في الحياة المهنية بالطبع. وعلى الجانب الآخر، الكتابة الأدبية جعلتني قاضيا أكثر رحمة. طبعا نشكركم وحياكم الله، واليوم كانت الجلسة حلوة، وسعدنا بوجود الدكتورة نور والأستاذة صوفي وكل جميع الخوات، وحيا الله سلوى اليوم بعد فترة غياب، وسمر بعد فترة غياب، والحمد لله على سلامة الدكتورة جميلة، وما تشوف شر إن شاء الله وفاتنا. حياكم الله وأهلا وسهلا، وإن شاء الله نلتقي بعد أسبوعين.